وغيره. وكانت الخرطوم او كل السودان حقيقة شقة مفروشة اليوم. كان السودان شقة مفروشة لكل ممارسات تدريب على السلاح وتدريب على مجاهدين وتصدير الى مختلف المناطق عشان يعملوا زعزعة في الكتاب المختلفة وعشان الحكومة تستقوي ليهم في استقرار نظامه وفي استقرار سلطته. هذا تدخل أمني. تبيجيب ناس من برا عشان يقهروا شعب السودان. الحاجة الثانية الحكومة هي اللي قوت الإرهابي العالمي كارلوس. والحكومة اللي هي جابت التنظيم العالمي اللي اسمه مؤتمر الشعب الإسلامي العالمي والرئيس بتاعه كان الترابي ولمت فيه كل الإرهابيين من أي حتة باسم الإسلام وباسم المؤتمر الإسلامي وقعدتهم في السودان وخلتهم يمارسوا كل الممارسات المعلومة لديكم وفي الخرطوم وفي غير الخرطوم كانوا بيسكنوا في أحسن الحتات وفي أفضل الجناين وغيره وبتقدم لهم كل المساعدات من مال إلى أسلحة إلى غيره إلى غيره. وأنا في هذا الجانب نتحدى حد واضح جدا أنه هذه الأشياء كانت تحدث جهارا نهارا في البلد. وبعدين الحكومة هي اللي وافقت على دخول قوات الاتحاد الأفريقي للسودان وبررت ذلك بالشرعية الدولية. وأنا بقول أنه الليلة في قوات تحت رقابة وخلافة ومراقبين من شرطة وغيره من أكثر من 50 بلد موجودين هنا في السودان بموافقة الحكومة. عشان كده يعني أي اتهام للآخرين بأنهم هما أدخلوا التدخل الأجنبي للبلد هو فيه كذب وفيه خداع للناس. لأنه ده يعني ده شنو ده روس ده يعني لما تدخل الأجنبي بس. عشان كده احنا بنقول أنه الحكومة بتتحمل المسؤولية الكاملة عن التدخل الأجنبي وتدوير قضية دارفور وكل النتائج التي تترتب على ذلك بما فيه الصراع الإقليمي الذي يدور في هذه المنطقة ومن احتمالات أي تدخل أجنبي يحدث في السودان. موقف الحزب الشيوعي السوداني من التدخل الأجنبي هو كالآتي. أولا نحن بهمنا في المقام الأول فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي هو حماية أهلنا في دارفور. وفي البداية نضمن حقيقة أهلنا في دارفور المآسي اللي دايرة دي تجيف القتل ده يجيف ودي قضية بالنسبة لنا قضية لا تقبل أي مساومة ولا تقبل أي تراجع. ونحن في هذا الموقف مستعدين أن ناخذ نقوم بأي تضحيات في سبيل حماية أهلنا في دارفور. عشان كده بنقترح وبنرى الآتي أمام الفشل بتاع الحكومة في أنها تحمي أهلنا في دارفور وهي فشلت فشل ذريع وده طبيعي أن الحكومة تفشل في حماية أهلنا في دارفور لأنه لا يمكن أن يكون هو القاتل وهو الخصم هو الحكم في نفس الوقت والحكومة طرف أصيل فيما يحدث في دارفور من مآسي. لذلك مش هي عايزه هي لا تريد حتى ان تحمي اهلنا في دارفور. الاتحاد الافريقي برضو عاجز عن حمايه اهلنا في دارفور وحتى عاجز عن حمايه نفسه. وانتوا قاعدين هنا في البلد انتوا شايفين انه لا عنده قدرات عسكريه ولا لوجستيه ولا خلافه وضعيف حقيقه وغير قادر حتى سلطه القرار إذا أنه هو يطلق النار على كل من يعتدي على زول في دارفور ما موجود. فلذلك هو عاجز حقيقة عن أنه يحمي أهلنا في دارفور. لكل ذلك نحن بنرى في الحزب الشيوعي الآتي. أول حماية أهلنا في دارفور بنقترح
أن تدخل هيئة الأمم المتحدة طرف في المفاوضات الجارية الآن في أبوجا، وترمي بكل ثقلة وتناضل في سبيل وتناقش في سبيل أن الحرب تجيب في دارفور، وترمي بكل قدراتها وكل القوات الممكن هي تخش فيها عشان نحمي أهلنا في دارفور. لا، طرحنا الأول في هذا الصدد. الطرح الثاني، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أدى الحكومة فرصة لحد أغسطس 2006 أن هي تلين من موقفها المتشدد في المفاوضات في دارفور وتعترف بالمآسي اللي حصلت في دارفور وتنفذ القرارات، وعلى رأس القرار 1573 والقرارات 1551 وغيره من القرارات اللي تسلسلت لحد القرار الأخير اللي أدى الحكومة فرصة بتاعت 6 شهور تنتهي في أغسطس 2006 أن هي تلين الموقف بتاعها. عرفت كيف؟ في فترة كافية عشان الحكومة تغير من السياسة بتاعتها وتغير من المنهج بتاعها، وإذا هذا لم يحدث فالحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدخل يحصل في هذه البلد لحماية أهلنا في دارفور. دي كلها نحن بنفتكر أنها هي حلول مؤقتة لأزمة دارفور، يعني عشان الحرب تجيب وعشان المأساة بتاع دارفور والتقتيل والحرب والإبادة تجيب، لكن في قضايا أخرى يستوجب أن الناس يفكروا فيها ويعلوها حسة بعد ما الحرب تجيب هيحصل شو. هنرجع للمربع الأول بتاع التهميش، وهنرجع للمربع الأول بتاع عدم الديمقراطية والعدالة في تقسيم السلطة والثروة بين أقاليم السودان المختلفة. هل هتظل دارفور رغم وقف الحرب وغيره هتظل برضه هي مهمشة المهمشين في كل أنحاء السودان؟ لأنه يفتكر أنه نحن ضد كل هذا، ونفتكر أنه ده يجب وضع أن يتغير، ويجب أن تكون هنالك سياسة جديدة تجاه كل المناطق المتخلفة والمهمشة خاصة في دارفور. وأنا لا أقول ذلك مجاملة لأهل دارفور، ولكن لأن دارفور بالأرقام التي ذكرتها هي حقيقة تحتاج إلى جهد كبير جدا من أي حكومة قادمة، لأن هي يجب أن تولي دارفور العناية الأكبر والاهتمام الأكبر في الاستقرار بتاع الناس، خاصة ودارفور عانت ما عانت من الحرب ومن ويلاتها، وفي 3400 زول من السكان و 3,400,000 من سكان دارفور مشردين منهم 200,000 في الخيام برا، وحوالي 1,000,000 مشردين، ومليون ونص بيعانوا من الجوع ومن العيل ومن كده، ممكن يموتوا في اي وقت من الاوقات. لذلك نحن بنرى الاستدامه بتاعت الحلول كحلول مستدامه، اولا الحكومه دي زي ما ذكرت هي عاجزه عن حل المشكله، لذلك نحن بنقترح أن تتكون حكومة وحدة وطنية تضم كل أهل السودان ومن بينهم أهالي دارفور وكل القوى المعارضة.